طيب نروح الفيديوهات. عندنا كم فيديو بنشوفه مع بعض. نشوف أول مقطع. يقول أختي سناء تسأل عن حكم زيارة الكنيسة للسياحة. الكنائس أيها الإخوة والأخوات هي أماكن يشرك فيها بالله، وذلك أن الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله، فهي أماكن شرك عموما، ولا يجوز الإنسان أن يدخلها إلا لحاجة. مثل إنسان فرضا دخل لي الحوار مناظرة، مثلا دخل مثلا يشرب ماء أو عطشان جدا فدخل يشرب ماء من البرادات الموجودة أو يستعمل دورات المياه. أما إنسان يدخل إلى الكنائس ويرى هذه الصلبان وهذه التماثيل بين يديه يتطلع إليها وكسياحة، لا يجوز له مثل ذلك، هذه أماكن شرك. طيب هذا المقطع للشيخ محمد العريفي. جميل. شوف يا أبو سلمان، أنا أحذر من مثل القصقصة هذه. طبعا الشيخ ما في شك أنه قال كلام منطقي، قال دخل لمناظرة، دخل لمناظرة. هم الناس الآن يتداولون مقطع للشيخ العريفي دخل كنيسة، قد يكون دخل الكنيسة لمناظرة، قد يكون دخل لمناصحة، قد يكون لمحاججة، أشياء كثيرة. أنا أتمنى دائما ناخذ بالنا من الاجتزاء والقص واللزق، لأنه الكل ضحايا، الشيخ ضحية والطلاب العلم ضحية، ويا هلا ضحية ويا هلا بالعرف ضحية. ظاهرة القص واللزق أنا أحذر منها. يا جماعة راعوا اتقوا الله، دائما حاولوا تشوفون المحاضرة كاملة عشان ما تحكمون، وبعدين ترى الإنسان يتطور. طيب عندنا المقطع الثاني، خلونا نشوفه. المشي ما عرفت مرة في الشهر نمشي مشي جماعي نشجع بعض. المرة دي الشباب اقترحوا انه يكون اداء عمرة في مكة. تعرفون العلاقة قوية بين المشي والشعائر الدينية، الاسلام مثلا في العمرة في المشي، في الحج في المشي، في كل شيء. والغريب انه اني عندي كتاب ان شاء الله حيكون عن المشي، وجدت ان المشي للجائع والمشي للشبعان. الجائع يمشي للبحث عن رزقه، والشبعان يمشي حتى يهضم الأكل اللي أكله. المرة اليوم إن شاء الله حيكون المشي مع العرفة عبارة عن عمرة، سأجعل العمرة لوالدتي لول والعجلان، وأدعي لكم ودعونا جميعا ومشي مع العرفة الجميل في رحاب مكة. الحاج أحمد. الحاج شوف، حنا نتكلم عن أهمية المشي. المشي يا أبو سلمان في الأديان كلها، في كل الأديان موجود المشي كنوع من أنواع العبادة. الغريبة في كتاب المشي اللي أنا أشتغل عليه الآن، وجدت أن المشي يصلح لمن يبحث عن الرزق، قال تعالى فامشوا في مناكبها، وأيضا المشي للتهضيم، اللي يأكل أكل كثير يمشي عشان يهضم الأكل. هنا تظهر أهمية المشي. أرجع أيضا لمقطع العريف الأول، لأنه ما حاز في نفسي أني ما قلت كل الكلام. الآن أنا الأسبوع ذا شفت مقطع للعريف أنه يتكلم عن خالد عبد الرحمن ويتكلم وجابه خالد عبد الرحمن يغني. هذا اجتزاء يا جماعة، ترى ظلمت الشيخ، والله أقولها من القلب، يعني أن الشيخ أبو عبد الرحمن محمد العريفي مظلوم. أنت قصيت مقطعين، هو تكلم عنه واثنى عليه لما كان منشد في موقع معين في حفل إنشاد، راح وقصه في حفلة غنائية ودبلجوها. هذه دبلجة أول شيء ظالمة، ثانيا انها افتراء، ثالثا اجتزاء، رابعا تاكيد لثقافه القص واللزق. لازم نفصل على موضوعين، ما ندمج الاشياء مع بعضها ونقصصها ونوهم الناس انه هذا تناقض. لا، ما هو تناقض ابدا. طيب